حياتنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حاسبت نفسي لم أجد لي صالحاً إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. يا واحداً في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا محمد بن عبد الله، والأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا البرنامج حياتنا قيم. والقيمة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة عن الضمير الحي. تذكر كتب السيرة أن رجلاً يسمى عمرو بن أقيش كان من تجار المدينة، تأخر في إسلامه، والسبب أنه كان يجمع الأموال من الربا، فقال في نفسه أولاً أجمع أموالي ثم أعلن إسلامي. فذهب إلى عدة مناطق يجمع أمواله. دخل المدينة في وقت غزوة أحد فوجدها خالية من الوجهاء والأعيان والأبطال والشجعان، فسأل عنهم فقيل لهم إنهم قد خرجوا مع رسول الله يقاتلون أعداء الله، فهانت عليه أمواله. وقال في نفسه الناس يقدمون الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وأنا أبحث عن المال، والله ما هذا بالنصف. فدخل واغتسل وأعلن إسلامه، ثم ركب على فرسه وانطلق إلى ميدان العزة والكرامة يجاهد في سبيل الله. فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، لم يعلموا بإسلامه، فقال لقد أسلمت لله رب العالمين. قالوا ما علمنا بإسلامك قبل اليوم، فلعلك خرجت حمية مع قومك. فقال لا والذي نفسي بيده، ما خرجت إلا غضبا لله ولرسوله. فانخرط في صفوف الأعداء يقاتلهم يمنة ويسرة، حتى ارتفعت روحه شهيدا مجيدا، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل قد أخبره بخبره، فقال الله أكبر، عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة ولم يطرح لله ركعة واحدة. ما الذي أوصله إلى أعلى درجات الجنان؟ إنه الضمير الحي الذي حركه بأن ينتقل إلى الإسلام، بأن يدخل الإسلام وأن ينتقل إلى ميدان العزة والكرامة. الضمير أيها الإخوة الكرام هو الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من آدم إلا وفي قلبه لمتان، لمة ملك ولمة شيطان، فلمة الملك إيعاد بالحق وتكذيب بالشر، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. هذا مثل الضمير الحي والضمير الميت. الضمير الحي هو الذي يدفع صاحبه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، والضمير الميت هو الذي يدفع صاحبه إلى أن يفعل المنكرات وإلى أن يرتكب الجرائم والموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قيل بأن الضمير الميت يرتقي بصاحبه في سلم المنكرات إلى أن يصل إلى أعلى درجات المنكرات. قالوا بأن بشار بن برد كان صديق لهلال بن عطية، وكان هلال بن عطية صاحب ضمير ميت يسرق الحمير أعزكم الله ورفع قدركم، ثم أن بشار بن برد نصحه قال ألا يوجد لديك ضمير يردعك عن سرقة الحمير؟ لكنه لم يرتدع فتركه. ثم علم بعد ذلك بعد فترة من الزمن بأن هلال قد أصبح رافضي من قيادات الرافضة،
فكتب إليه رسالة يقول فيها: إن لم يوجد لديك ضمير يردعك عن سرقة الحمير، فلا تكن رافضي، فإنهم والله في الضلال الكبير، عد لما كنت عليه من سرقة الحمير فهو خير لك. حتى قال أحدهم: قال بشار بن برد لهلال بن عطية: كنت سراق حمير في زمان الجاهلية، ثم أصبحت حمارا من حمار الرافضية، عد لما كنت عليه فهو أدنى في البلية. درجات الضمير الحي خمس درجات أقولها بسرعة. الدرجة الأولى درجة الامتياز، وهو ألا يقترب الإنسان من الخطأ. ومثال ذلك يوسف عليه السلام، دعته امرأة العزيز بعد أن خلعت الثياب وطردت الحجاب وغلقت الأبواب وتزينت بالخضاب، قالت: هيت لك. فقال ضميره الحي: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يقترب من الخطأ حتى إذا كاد أن يقع فيه يصحى ضميره. ومثال ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الدرجة الثالثة من درجات الضمير الحي أن يقع في الخطأ حتى إذا وقع فيه يصحى ضميره مباشرة، فإذا به يرجع إلى الله ويتوب، كما فعل أبو لبابة عندما ذهب إلى بني قريظة وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفشي سرا ولا يقول لهم بأن الحكم فيهم سيكون الذبح. فلما وصل إليهم ورأى بكاء الأطفال قالوا: ماذا سيحل؟ ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ قال: نعم أنزلوا. وأشار بيده إلى حلقه فقال: والله ما زلت قدماي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. صحى ضميره مباشرة بعد أن وقع في الخطأ. الدرجة الرابعة الضمير الذي لا يصحى إلا بعد فترة من الزمن، كما فعلت امرأة العزيز بعد أن سجنت يوسف فترة من الزمن، صحى ضميرها وقالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أما الدرجة الخامسة فهو الضمير الذي لا يصحى إلا بالضرب، يرسل الله سبحانه وتعالى له رسائل إما مرض أو غيرها فيصحى بعد ذلك ويعود إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ضمائرنا حية، والحر يأبى أن يبيع ضميره بجميع ما في الأرض من أموال، وللعبيد ضمائر لو أردت شراءها لأخذت أغلاها بربع ريال. شتان بين مصرح عن رأيه حر وبين مخادع محتال، يرضى الدناءة كل نذر ساقط، إن الدناءة شيمة الأنذال. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.